وفي النشاط الصحي قالت رئيسة قسم الأطفال بمستشفى الصباح إيمان العنزي إن مؤتمر الأطفال الذي انطلق اليوم بمشاركة خبراء دوليين يتيح المجال للتعاون التعليمي والتشخيصي والعلاجي، ويمثل فرصة لتبادل الخبرات والمستجدات في مجال طب الأطفال. ويقام المؤتمر تحت عنوان رسائل من الخبراء كن معنا، فيما ينظمه مستشفى الصباح بالتعاون مع رابطة التدريب الكويتية ومستشفى واشنطن الوطني للأطفال. هذا أول مؤتمر يعقد بالتواصل مع مستشفى واشنطن للأطفال بصراحة مبادرة من نخبة من الاختصاصيين في هذا المستشفى لتشجيع التواصل فيما بعد. فصراحة عندنا يعني 4 اختصاصيين عالميين للقاء محاضرات في هذا المؤتمر. يهدف هذا المؤتمر إلى استضافة خبراء استشاريين في مجالات طب الأطفال مختلفة، ومنها على سبيل المثال أمراض القلب لدى الأطفال، الطب التطوري، طب الأعصاب والجهاز الهضمي. نهدف من عقد هذه الندوات وورشات العمل والمؤتمرات إلى تثقيف وتوعية الأطباء في دولة الكويت بآخر المستجدات العلمية، وكذلك لفتح آفاق تعاون مثمرة في المستقبل القريب مع أحدث المستشفيات العالمية، وذلك لضمان تقديم رعاية صحية كاملة لأطفالنا المرضى.